خليني اخد معاك اهم اخبار النهارده. النهارده طبعا الاتحاد المصري لكره القدم على الضيق كده، يعني عارف على الضيق كده اعلن عن قرعه كاس الرابطه. وخلينا استعرض معاك ومع مشاهدي السادسه القرعه واللي هتتلعب في فتره التوقف الدولي، يعني مفترض بس هو بكره، اعتقد بكره انه هيتم اعلان مواعيد المباريات دي اللي مش هيشارك فيها طبعا اللاعبين الدوليين، سواء اللي بيلعبوا مع منتخب مصر الاول، عندنا ماتشين مهمين جدا مع ملاوي، وعندنا مع الاولمبي في ماتشين برضو مهمين جدا مؤهلين لامم افريقيا مع زامبيا. طيب نشوف القرعه معاكم. قرعه البطوله اسفرت عن مواجهه الاهلي والمصري، غزل المحله والاسماعيلي، المقاولون العرب، حرس الحدود، فيوتشر، طلائع الجيش، الزمالك، البنك الاهلي، سيراميك كليوباترا، سموحه، اتحاد السكندري، فاركو، بيراميدز، امبي. واحد السؤال الاول، طبعا دي القرعه قدام حضراتكم. خليني اقول لك يا احمد برضو مشوار البطوله، الفائز من الاهلي والمصري هيلعب مع الفائز من غزل المحله والاسماعيلي، والفائز من الاربعه دول يتاهل للدور قبل النهائي. المقاولين العرب، حرس الحدود، الفائز منهم هيلعب مع فيوتشر وطلائع الجيش، والفائز من الاربعه دول هيتاهل للربع النهائي وهيواجه الفائز من الاربعه الاولانيين، والفائز منهم طبعا يوصل للنهائي. الطريق الثاني عندنا الزمالك هيواجه البنك الاهلي، والفائز هيلعب مع الفائز من سيراميكا كليوباترا وسموحه، دول اربعه التالتين. والاربعه الاخرانيين عندنا الاتحاد في مواجهه فاركو، وبيراميدز في مواجهه امبي، والفائز من المباراتين هيواجه بعض عشان يواجهوا الفائز من مربع الزمالك والبنك الاهلي وسيراميكا وسموحه، والفائز منهم يوصل للمباراه النهائيه. شايف يعني طبعا بحكم غياب الدوليين، اعتقد طبعا وان كان ده ما يعنيش يعني طبعا تقليل من اهميه اللقب والبطوله، الاهلي بيلعب على اي بطوله انا مدرك ده، ورغم يمكن هي من حيث الاهميه تيجي في اخر الترتيب اعتقد ده يعني، لكن عندك فرصه لتجهيز عدد كبير جدا من اللاعبين واعاده توظيف، اعاده اكتشاف قدرات لاعبتك. شايف ايه الهدف او الاهداف اللي ممكن يحققها الاهلي من بطوله كاس الرابطه؟ خلينا نبقى واقعيين ان هي بقت بطوله مهمه، بقت بطوله مهمه داخل مصر، وده اللي ظهرت بيه بطوله الرابطه في الموسم الاخير، وافرزت بعض اللعيبه على كل مستوى الانديه. لو انا هتكلم على مستوى النادي الاهلي بالاخص او اللعيبه اللي داخل النادي الاهلي، هو خير بطوله ان انت تجهز فعلا زي ما حضرتك قلت، ان انت تجهز اللعيبه اللي هي مثلا بعيد عن المشاركات، تريح بعض اللعيبه اللي كان عليها ضغط الفتره الاخيره في حته التحام المباريات او التحام البطولات. فاعتقد ان هي بطوله، انا بشوف ان هي مهمه جدا للفرق الكبيره اللي عايزه تجهز لعيبتها، الناس اللي لسه راجعه من اصابات، اللعيبه اللي لسه راجعه من اصابات، اللعيبه اللي كانت بعيده عن المشاركات. اعتقد ان النادي الاهلي هيقدر يستغل البطوله دي بشكل جيد. هنا برضو مش عايزين ناخد ان في لعيب في الاهلي اساسا احتياطي، يمكن كل اللعيبه انت كلاعب داخل سكواد النادي الاهلي او داخل قائمه النادي الاهلي، وانت جدير ان انت تلعب اي مباراه حتى في بطوله افريقيا، فده دي ثقه الجمهور في اللعيبه اللي موجوده كلها، ال 25 لعيب او ال 30 لعيب الموجودين داخل القائمه. فهنا مسؤوليه كبيره حتى على اللعيبه، على اللعيب اللي انت بتبقى بعيد او ما بتشاركش، دي انسب حاجه ليك او انسب حاجه ان انت تحط رجلك تاني وان انت تبقى موجود تاني حتى لو انت بعيد عن فورمتك. طبعا خصوصا ان دور ال 16 هيكون قبل مواجهه يعني طبعا الدوليين مع منتخبات مصر، لكن كمان فرصه للموجودين ان هم يعني يحطوا رجلهم في الملعب، لانك بعد كده رايح لماتش الهلال بعد القطن يعني ان شاء الله. ده اللي انا بتكلم فيه دايما، ان انت مهم جدا ان انت في كل مركز يبقى عندك 2 3 لعيبه يبقوا جاهزين حتى للمشاركه، لا قدر الله يحصل اصابات، يحصل اجهاد، يحصل اي حاجه، لكن برضه راجل حاطط استراتيجيه للعب، مهم جدا ان كل اللعيبه يعني تمشي في نفس الاتجاه الاستراتيجيه دي بنفس طريقه اللعب. واعتقد ان هي بطوله مهمه ان شاء الله تكون اضافه لكل فرق مصري ان شاء الله.